السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، يلقاكم ان شاء الله في تمام الصحه والعافيه. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي، ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الا عجبكم هذا الفيديو اولا الفيديوهات السابقه، ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وبارطاجيوها مع صحابكم وحبابكم باش تعم فائده. اليوم ان شاء الله كيف ما شفتوا في الفيديو، في العنوان ديال الفيديو عفوا، جيت بوصفه جديده، هي عباره على فخيدات ديال الدجاج مقليين بطريقه كينتاكي، يعني على طريقتي انا. كيجيو بنان بزاف بزاف، مقرمشين وطيبين من الداخل. غير حيت دابا بغيت نشر منهم ونبيتهم في الشرموله، قلت نبارطاجي معكم الطريقه ديال الشرموله، وغدا ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم باقي التحضيرات اللي غادي نحضر في هذا الغداء. نتمنى ان هذا الفيديو هدينا لاعجابكم. بالنسبه للمقادير كيف ما كتشوفوا معايا هنا، عندي فخيدات ديال الدجاج، كيبقى العدد ديال الفخيدات على حسب عدد افراد الاسره ديالكم. وبالنسبه لهاد الوصفه هذه او لهاد الشرموله، ممكن انكم تستعملوها لجميع اجزاء ديال الدجاجه، يعني ممكن تستعملوها للوريكات الفخاد وكذلك الاجنحه مع الكتاف. يعني الطريقه راه كتجي، الا تبعتوا هذه الطريقه هذه ممكن انهم كاملين يجيوكم زوينين وطيبين مزيان. بالنسبه للشرموله، عندي هنايا ثلاثه ديال الفصوص ديال الثوم مطحونين، عندي تقريبا هنا جوج معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس مقطع طريفات صغار، عندي معلقه ديال الهريسه ومعلقه ديال المطاخ، معلقه ونص اولا جوج معالق كبار تقريبا ديال زيت الزيتون، عندي معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، ونص معلقه ديال الابزار، وشويه الملح. الملح كيبقى على حسب الذوق وكذلك على حسب النوعيه ديال الملح اللي متوفره عندكم. وما تنساوش انني انا هنايا غسلت الدجاج بالملح وكنت مرقداه في الحامض، يعني ممكن انه يكون مالح شويه. نبداو على بركه الله في طريقه التحضير. بالنسبه ليا انا، اول حاجه غادي ندير، غناخذ هاد الطريفات ديال الدجاج، غناخذ هاد الفخيدات ديال الدجاج وغادي نشرحهم على هاد الشكل هذا. بسم الله، باش كتدخل ليهم الشرموله مزيان. ماشي مشكل كيف ما درتو ليهم، حيت اصلا غادي تغطاو بالطبقه المقرمشه، ما غاديش يبانوا. انا كنفضل اني نشرحهم مزيان باش كتدخل لهم الشرموله في جميع الجوانب ديالهم على هذا الشكل. غادي نستمر حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي بنفس الطريقه. صافي، من بعد ما كملت القطع ديال الدجاج كاملين قطعتهم على هذا الشكل هذا، دابا غادي ندور باش نحضر الشرموله ديالهم. بسم الله، كنضيف الثوم. بسم الله، سمحوني يخدمش بيدي، عشان كنفضل نخدم هادشي بيدي. صافي، غادي نشر من هاد القطع ديال الدجاج على هاد الشكل هذا،
غادي نخلطهم مزيان حتى تنسجم مع عناصر وتدخل الدجاج مزيان بجميع الجوانب ديالو. كنحرص انني ندخل هذيك الشرموله لداخل ديال الفخيضات لهذا الشكل هذا باش كنضمن انه غادي يتشربها مزيان، يعني وحده بوحده. صدقوني الا جربتوا هذه الوصفه هذه غادي تولي معتمده عندكم، وغادي تستغناو تماما على شراء الفخيضات ديال الدجاج من المطاعم الكبرى. يعني انا كنحاول نعطيكم وصفات دائما ديال الاكل اكل ديال الزنقه، حيت عارفه بلي بزاف الوليدات عزيز عليهم الماكله ديال الزنقه. يعني اي ام غادي ترتاح الا كانت كتوجد لوليداتها شي حاجه في الدار، عارفه باش مصوبه وقتاش مصوبه. مهم تيكون هذا هو الشكل ديال فخيضات ديال الدجاج من بعد ما شرملتهم. غادي نغطيهم دابا بالورق ديال عفوا بالبلاستيك الغذائي، وغادي ندخلهم للثلاجه. رجعت معكم في يوم اخر نكمل معكم تحضير الفخيضات ديال الدجاج مقرمشين. هادو هما الفخيضات ديالي اللي درت البارح، اللي وجدت شرملتهم معكم البارح ودرتهم في الثلاجه ليله كامله. دابا جيت باش نحضر معكم الطبق الثاني، واللي هو عباره على اصابع دنجال على هذا الشكل هذا. ممكن انكم تحيدوا لهم الجلده، انا ما حيدتش لهم الجلده، خليتهم بحال هكا كيجيو مقرمشين. علاش حطيتهم مع الدجاج؟ حيت نفس الحاجه اللي غادي نديرها للدجاج هي نفسها اللي غادي ندير لهاد الاصابع ديال الدنجال. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير خديت هنايا الكورن فليكس، شديتو هرستو على هذا الشكل هذا، وعندي هنا الدقيق الابيض حتى درت العطريه وقلت بلاتي تنبارطاجيها معكم عاد باش نخلطها. بالنسبه للعطريه هنا خديت الزعفران اولا الخرقوم والابزار والسكنجبير والملح، تقريبا نفس المقادير ديال العطريه اللي درنا في الدجاج هما نفسهم اللي كنعاود نديرهم في الدقيق. وبامكانكم اللي عندها الثوم بودره ولا البصله بودره حتى هي تضيفهم، كيجي واحد النكهه زوينه خصوصا بالنسبه لاصابع الدنجال. اما حتى بالنسبه للدجاج راه حنا ديجا درناهم اليوم في ديجا درنا اليوم الثومه في الشرموله ديالهم. صافي كنخلطوا على هذا الشكل تتكون ها هي واجده. وكيبقى عندي هنايا البيض، خديت ثلاثه ديال البيضات وتقريبا نص كاس ديال الحليب. غادي نضيف هاد البيض هذا، غنضيف عليه هاد الحليب وغادي نخلطهم مع بعضياتهم مزيان. قرب لكم باش توضح لكم الصوره. بسم الله. الدور ديال الحليب في هاد الوصفه هادي كيعطي واحد القرمشه لذيذه بزاف، وحتى مثلا الا بقاو لينا شي طريفات وبردوا يعني كيبقاو محافظين على القرمشه ديالهم فيما بعد. ممكن انكم ما تضيفوش، كأنكم تستغناو عليه تماما، يعني ماشي اشكال. صافي كنطربو على هذا الشكل هذا مزيان. صافي من بعد ما طربت البيض والحليب مزيان حتى كيولي على هذا الشكل هذا، دابا غادي نمشي ناخذ هاد الدنجال نصفيه من الماء ونشفو شويه ونرجع معكم. من بعد ما صفيت الدنجال من الماء ونشفتو شويه بالورق ديال المطبخ، دابا غادي ندوزو الطريقه ديال الطهي ديالو كما قلت لكم باش كيجي مقرمش. اول حاجه غادي ندير غناخذ القطعه ديال الدنجال على هذا الشكل، كندوزها في الدقيق مع العطريه وكندوزها في البيض والحليب. ماشي كيبان لكم ولا لا؟ انا غنعاود معكم قطعه اخرى باش يبان لكم مزيان. صافي كنحطهم على جنب، غنعاود معكم قطعه ثانيه
بهذا الشكل هذا. صافي غادي نستمر حتى نكمل الكميه كامله اللي متوفره عندي. باش ندوزو للمرحله ديال الطهي اولا ديال القليان. كما قلت لكم قبل ممكن انكم هذه الطريقه هذه نفسها بدون تغيير اي شيء ممكن انكم ديروها في الفران، كتجي صحيه اكثر وكتجي كذلك مقرمشه ولذيذه. دابا غادي نحضر دوك الفخيضات ديال الدجاج كيفما شفتوا كيجيو على هذا الشكل هذا من بعد ما باتوا ليله كامله في الثلاجه، الرائحه ديالهم يا سلام نعاود ليكم. كندوزهم اول حاجه في الدقيق حاولوا تحرصوا على انه الدقيق يدخل جميع المناطق باش كيتشرب البيض مزيان. غادي ندوز هذا دابا في البيض والحليب. مباشرة في لاشابلوغ او في الكونفليكس صافي. وغادي نحطهم على جنب حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله وغادي ندوز للمرحله ديال القليان. هنا كما كتشوفوا درت الزيت سخنات باش غادي نبدا القليان. بالنسبه للدجاج راه غادي نقصوا البوطه بزاف حتى كتولي ناقصه مهيله باش يطيب لينا مزيان. بسم الله كيولي على هذا الشكل هذا كما قلت لكم. دابا غادي نحطه في المقله. بسم الله حاولوا انكم في بالنسبه للدجاج تاخذوا شي مقله كبيره ولا شي اناء كبير فاش تكونوا كتحضروا فيه باش يطيب لكم كلشي دقه واحده حيت كياخذ واحد شويه ديال الوقت في الطياب. صافي دابا غادي نخليه حتى يطيب مزيان عاد باش غادي نقلبوا على الجهه الاخرى. وبالنسبه للدجاج غادي ندير نفس الطريقه. بسم الله غادي نحطو التفلة تاهو نحاول نقطع ليه البوطة شوية باش ما يتحرقش لينا وما يتحرقش مزيان. غادي نستمر على هذا الشكل هذا حتى نكمل الكميه اللي عندي ونرجع نوريكم الشكل النهائي. تيكون هذا هو الطبق ديال الغداء ديالنا ديال اليوم كيجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. الفخيضات ديال الدجاج كيجيو رائعين بهذا الشكل هذا. كما قلت لكم لي بات بصوص بلونش الا بغيتوا الطريقه ديالها ان شاء الله غادي ننزلها لكم في فيديو قريبا. والقطع ديال سميتو كيجيو مقرمشين وما شاربينش الزيت كيف ما كتشوفوا كيجيو لذاذ لذاذ بزاف. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه ونتمنى انها تنال اعجابكم. الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي مرحبا بكم فيها، ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا جرس باش يوصلكم كل جديد. تلقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. السلام عليكم.